بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد المصطفى وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. سلام من الله عليكم مشاهدينا الأحبة، ورحمة منه وبركات، وأعظم الله أجورنا وأجوركم بذكرى فاجعة كربلاء، ونحن نعيش هذه الأيام الخالدة. يتجدد لقاءنا بكم وحلقة جديدة من هذا البرنامج، ونتناول في هذه الحلقة شخصية كان لها أثر كبير ودور بارز في تفعيل وقيادة ثورة الدمعة، ألا وهو الإمام زين العابدين، الإمام علي بن الحسين عليهما السلام السجاد سلام الله عليه، لنبحث في بعده العاطفي وقيادته لهذه الثورة، ثورة الدمعة كما أسلفنا، التي جاءت مباشرة بعد واقعة الطف الخالدة. لذا رحبوا معي مشاهدينا الأكارم بضيف البرنامج الدائم الأستاذ محمد البخاري الباحث في الشأن الإسلامي. سلام عليكم ورحمة الله أستاذ محمد، وأعظم الله لكم الأجر. وعليكم السلام ورحمة الله، وأعظم لك الأجر عزيزي محمد ولجميع مشاهدين الكرام في كل مكان. حياكم الله. بداية أستاذ محمد، ما عرف عن الإمام السجاد سلام الله عليه أنه أحد البكائين على مر التاريخ، يعني هل كان بكاء الإمام زين العابدين هو بكاء الولد على أبيه، أم كان بكاء خاصا به هو؟ بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. في الموروث الديني عزيز محمد هناك بكاؤون ذكروا في الحديث أو الأحاديث الشريفة. ملك آدم صلوات الله عليه عندما بكى من نزوله من الجنة، وهناك نوح عليه السلام ويعقوب، ومن البكاؤون الزهراء صلوات الله عليها، وأخيرهم زين العابدين صلوات الله عليه. عندما نضع ميزان البكاء في هذه الشخوص، مع أنه جميع الأنبياء كانوا من البكائين، ولكن هنالك ميزة جعلت آدم ونوح ويعقوب والزهراء وزين العابدين في ميزة أو تميزهم في الاستمرار على البكاء. هل هذا البكاء له علاقة، يعني علاقة خصوصية بحادثة معينة، أم البكاء له علاقة بذات مرتبطة لسالين بمشروع إلهي، وبالتالي فهي جامعة لهذه الذات لاختزانها لهذا البعد الرسالي؟ يعني المسألة مو فقط شخصنة المسألة. الحسين عليه السلام عندما بكاه زين العابدين هذه المدة الطويلة، ربما 30 سنة أو أكثر بعد شهادة أبيه صلوات الله عليه، لم يكن، خلينا نقول، شخصية الحسين بما هو حسين بشر فقط. حسين له بعد ملكوتي، يعني النبي صلى الله عليه وآله يقول الحسين زين السماوات والأرض. هذا البعد عندما يعتدى عليه، ربما لا نفهم احنا هذه المسألة، لأن فهمنا للحقيقة الحسينية فهم بسيط جدا. المسألة تحتاج إلى عمق تقوائي كبير جدا. الله سبحانه وتعالى يقول في محكم كتابه الكريم عزيز محمد: واتقوا الله ويعلمكم الله. شوفونا دعم علمي لفهم الحقائق الدينية من دون كسب، ماكو حالة كسب واحد يعلمك، اتقوا الله ويعلمكم الله. هذا الدفق اللي احنا ربما يسمى عرفان في بعض، او التصوف عند بعض المدارس الإسلامية في انكشاف بعض الحقائق او حقائق مراتب الحسين، لا نسلمه. اليوم نتعاطف مع الاعتداء الذي ورد على الحسين ونبكي، وقسم فعلا ينهار، يعني تذبل روحه لاجل ما وقع على الحسين. حقيقة كربلاء الحسين وحقيقة الحسين للآن لا نعرفها. الإمام الصادق عليه السلام ماذا يقول؟ يقول: لو روينا لشيعتنا ما جرى حقيقة في كربلاء لماتوا. ما يتحمل. مسألة حقيقة كربلاء للآن أسرارها ما منكشفة عزيزي محمد. أكو روايات لبعض علمائنا في الرؤى لكذا، ينذهلون هم مع أنهم قارين الرواية ومتفاعلين وياها في الجانب اللي إحنا نتفاعل به. إذن ما وصل إلينا عن بشاعة الواقع قليل جدا، يعني إضافة. لا ننسى أن الحسين صلى الله عليه يمثل الرحمة الإلهية، يا رحمة الله اعتدي على الله، كأنما بالتشبيه عزيز محمد في كربلاء. هذا الاعتداء ما أقدر أن يقيمه، لأن إحنا أغلبنا مليئين بالذنوب، عندنا ذنوب عزيز محمد. هاي الذنوب يعني تضع حواجز حقيقة لفهم بعض الحقائق أو ما جرى في كربلاء، حتى وإن كنا نقرأ النص، لأن بعضهم يقرأ نفس النص ويتفاعل أكثر مما نتفاعل. ما السبب؟ سبب صفائه الذاتي الأخلاقي، قربه من الله حقيقة، ابتعاده عن الذنوب. إحنا مشكلتنا اليوم حقيقة كمنتمين لمدرسة أهل البيت، وعلاقتنا بمن
يطلب ثأر الحسين الإمام المهدي صلى الله عليه، هو كتلة الذنوب. الإمام في نص المهدي صلى الله عليه وأرواحنا له الفداء يقول، يوصي بالمعنى عن يعني نقول عزيز محمد، يقول ولولا ذنوبكم لتعجلنا اللقاء بكم. يعني الذي يمنع لقائنا بالإمام المهدي ذنوبنا احنا، ليس نداءات، هاي نداءاتنا لا تنفع. اللهم عجل لوليك وأنا مليء بالذنوب غير مقبولة، فلنبكي على أنفسنا بكاء زين العابدين صلى الله عليه بهذه الصيغة. هو إلى أبعاد تربوية من ضمنها الارتداد لفهم، فلنقول ما نؤذي به أهل البيت. أهل البيت يتأذون جدا عندما يبتعدون محبيهم وشيعتهم عن المنهج الأخلاقي الذي رسموه لنا وتمنوه لنا. هم يتمنون أن نكون النموذج، كونوا لنا دعاة صامتين. إذن لماذا يشكل البعض على بكائنا على الإمام الحسين رغم هذه الحقيقة التي ذكرتها؟ يعني الإشكال، ليس كل إشكال يكون واقعي ومنطقي عزيزي محمد. العاطفة الإنسانية نوع من الجبلة الإنسانية. اليوم المجتمع الغربي مع الأسف، أنا أجيب على طول في حلقاتي المجتمع، لأن العقل الإسلامي مع الأسف متأثر بكل ما ينتجه أو يصنعه الغرب. نقول البعض من أحسنت. اليوم المجتمع الغربي عزيزي محمد، لكم مستشفيات في ألمانيا وغيرها تعطي مساحة نوعا، أما موسيقى أو طريقة لإبكاء مريضة. ليش؟ لأن يعتبر البكاء جزء مهم في تسوية أو في صناعة النفس الصحية. يعلمون أنه الإنسان بدون هذه العاطفة تختل موازين سلوكيته شخصيته، وبالتالي ينقلب إلى جانب سلبي في سلوكياته. فالبكاء في وضع الطبيعي هو فطري، جانب إيجابي للشخصية الإنسانية. كيف إذا ما كان ووفق، فلنقول إلى جانب الديني. فعندما يكون إلى جانب قضية إنسانية خرج إليها أبي عبد الله الحسين بهذه الصيغة، هو أراد أو كل ما أعطاه الحسين لأجلنا كنا، يعني اللي يسمعنا إن كان مسيحي، إن كان صابئي، إن كان ملحد، إن كان لا ديني، إن كان من مدرسة أهل البيت، إن كان من داخل المدارس الإسلامية بكل تنوعاتها، الحسين بذل دمه لأجلي ولأجله. يجب أن نفهم ذلك، هذا الإنكار الكبير للنفس هذه العظيمة وهذه الروحية التي بذلت في كربلاء لأجلنا لا تستحق أن نواسيها بدمعة حبا لها. هو أحبنا وبذل دمه، أحب جميع البشر الإمام الحسين، فبذل لهم هذا الدم الطاهر ولا زال ينتج إيجابيا. ألا تستحق هذه الدماء الطاهرة، الدماء الزكية، دموع الحسين في كربلاء التي كانت سببها انحراف المجتمع الذي كان يتمنى أن يكون صالحا، ونحن أصلا ربما نكون في تلك الواقعة، لا سمح الله، ربما نكون في جانب الأعداء أو جانب الحسين. في كل الأحوال ألا يستحق منا هذا البذل المنقطع النظير الذي ليس له حدود، دمعة مواساة، دمعة إنسانية، فلنقل ليس فقط دمعة دينية، يستحق منا. الذين ينكرون ذلك عندهم خلل في تشخيص المسألة بشكل سليم. كثير من الرؤى عند الغرب تجدهم يتعاطفون مع القضية الحسينية مع الانقطاع الثقافي الكلي بيننا عقائديا، ما يفهم شنو التوحيد ولا النبوة، ما يفهم هذه المسائل. طيب، ولكن يتعاطف معها بالفطرة الإنسان. دعني أسأل عن الجانب التاريخي واللمحة التاريخية في قضية الإمام السجاد سلام الله عليه، أنه عرف عنه أنه لم يكن مواجها للسلطة الطاغية في ذلك الوقت بعد مقتل أو استشهاد الإمام الحسين عليه السلام بشكل مباشر، من بدءا من يزيد وانتهاءا بالوليد بن عبد الملك الذي دس له السم سلام الله عليه واستشهد. كانت مواقف الإمام السجاد لربما تختصر في بعض الأحيان عن إثارة العاطفة والدمعة ومخاطبة البعد العاطفي لدى العامة. هل كانت هذه الرسالة التي تبناها الإمام زين العابدين ليريد أن يوصل بها رسالة إلى الطغاة في ذلك الوقت؟ مثلا عزيزي محمد، إذا نقبنا في سلوكيات الإمام السجاد عليه السلام ما بعد كربلاء، نجد أنه فلنقل قصر فاعلية الإمام على المستوى العاطفي غير سليم. كيف؟ أول شيء هو واجه زياد بن أبيه وواجه اللعين يزيد في منهج خالي من التقية مطلق، يعني واجهه وقال له أنت منحرف كأنما في خطبة المعروف. هذا جانب مهم. ما بعد فلنقول رجوعهم إلى المدينة،
نعم، أكد على الجانب العاطفي في بكائه اللي تكلمنا أنه من البكاؤون من البكائين صلى الله عليه، ولكن هل قرأنا ما بين السطور؟ في الفعل كانت الدولة الأموية يعني فلنقول وضعت إقامة إجبارية دقيقة على العيون، كانت تراقب بيت الإمام في كل حركاته وسكناته. كانت هنالك مسؤولية للإمام في المحافظة على الخط المتبقي من النصرة الحسينية، يعني التوابين وغيرهم. هذا الخط كان انفعالي عزيزي محمد، يعني لو خرج وواصل الإمام لقضي على الإمام وقضي على الثلة الباقية لأصحاب المنهج الحسيني، وبالتالي الإمام طبعا كإمام وحكيم كانت خطواته سليمة. ما الذي فعله الإمام؟ اعتزل المجتمع المدني، خرج خارج المدينة كما في النصوص، وعاش ببيت شعر لا يأتيه أي شخص لمدة عامين ربما أو ثلاث. ما الحكمة؟ القراءة الخاطئة يقول لك هاي نوع من الانهزامية بعد قتل أبوه وترك السياسة، هذه رؤية خاطئة، لم يترك الإمام السياسة. الإمام أشاح بنفسه لكي يبعد عيون السلطة ويغرز داخلهم أنه ليس له علاقة في تصحيح المنهج أو الاستمرار على المنهج الحسيني والمحافظة على الثلة الباقية من المؤمنين. بعدها رجع عزيز محمد وبدأ بنشاط. هذا ما أود أن أسألكم عنه أستاذ محمد البخاري، تعتقد أن هنالك تعتيم عن دور الإمام السجاد سلام الله عليه من قبل السلطات الطاغية آنذاك؟ الإجابة نأخذها منكم بعد هذا الفاصل. مشاهدينا الأكارم، فاصل قصير ولنا عودة، ابقوا معنا. ما عندي قيمة لولا هالخدمة، وطاني رفع حب أبو اليمة، أنا اختصر كل عمري باللطمة، دخل قبري دخل قبري أضيع. إذا بابك نسيت حبيبي علي، أحلفك يا أبو اليمة خاطر رقية، أريد بخدمتك أظل البنية. أضيع إذا بابك انسد حبيبي علي. حياكم الله من جديد مشاهدينا الأحبة وبرنامج رسل الحياة، وما زلنا نتحدث عن قضية الإمام السجاد سلام الله عليه والبعد العاطفي، ونتحاور مع الأستاذ محمد البخاري الباحث في الشأن الإسلامي. مرحبا بكم أستاذ محمد مرة أخرى. الله عزيز. حياكم الله. كنا قد سألناكم قبل الفاصل أنه تعتقد أن ثمت هنالك التعتيم عن دور السجاد سلام الله عليه من قبل السلطات آنذاك؟ التعتيم مفروض كان حتى على حديث النبي صلى الله عليه وآله، بالتالي تكون طبيعية أنه يعتم على سيرة الإمام علي عليه السلام وسيرة أهل البيت ومنهم زين العابدين، ولكن اشتدت قوة التعتيم على الذين عاصروا الدولة الأموية بدءا من الإمام الحسن عليه السلام فما دون إلى الإمام الصادق عليه السلام الذي عاصر الدولة العباسية. هذا التعتيم عزيزي محمد فرض نوع من السلوك المعصومي في المحافظة على القاعدة ونقل خلينا نقول الرسائل المعلوماتية عن طريق الأحاديث، مع وجود السلطة الطاغمة التي كانت تراقب حركات وسكنات المعصوم والمنتمين إلى خطه الثقافي وما ينتج من هذا الخط من ثقافة. كان هنالك مراقبة شديدة. المعصومين صلى الله عليهم تصرفوا بحنكة كبيرة جدا لا يمكن للعقل الأموي أو العباسي أو العقل العام حقيقة أن يستوعب حنكة أو حكمة أهل البيت في هذه المسألة. الإمام زين العابدين شخص مسألة وأراد أن ينطلق منها للقضاء على فلنقول المشروع الأموي أو الانحراف ما بعد أبي عبد الله الحسين في جانبتين: غرس الجانب القيمي الأخلاقي وتأنيب الضمير عن طريق البعد العاطفي في بكائه، والبعد الآخر الثقافي الذي كان يمثل الحديث النبوي هو العنصر والمرتكز الأساس له. الدولة الأموية لم يدون الحديث نهائيا، لم يدون حديث النبي حتى يتم التلاعب به شفويا، إذا وثق لا يستطيع بعد سيتناقل وبالتالي يرادفه استحداث بعض المدارس وغيرها. الإمام دخل بمشروع توثيق الحديث، طبعا توثيق الحديث الإمام علي وثق، النبي وثق صلوات الله عليهم، الحسن هنالك نصوص صلى الله عليه وثق أحاديثه كتابيا، وكذلك الحسين. إذن مفهوم التوثيق كان جزء
من ثقافة السماء عند أهل البيت، وهذه الثقافة اليوم المجتمع العلمي أو الإنساني يعمل بها، ما يتناقل شفويا العلوم لأنها تفقد قيمتها، وربما الذاكرة لا تسعه، وبالتالي تفقد كثير من حيثياتها المعرفية. زين العابدين أسس مشروع التوثيق، من الذي حس بخطورة هذا المشروع على حكمهم؟ عمر بن عبد العزيز، فأمر بتدوين السنة الأخرى ضربا أو نكاية بمشروع الإمام زين العابدين. فإذا الإمام زين العابدين ليس فقط كان بكاء عزيز محمد، كان ذو دراية تامة بحركة المجتمع وما سينقل لنا. أنا في الحلقات الماضية أحد الحلقات ذكرت أنه أكو تأكيد لزين العابدين على مساحة العقل. اليوم المعترك الثقافي بين الحضارة الإسلامية والحضارات الأخرى عقلي، حول مساحة العقل، ماهية العقل، هل العقل له قدرة حاكمية مطلقة على إنتاج معارف وتأسيس معارف وفهم حقائق النص الديني، أم هو لا محدد في مساحة له حق فلنقول البحث العلمي، وفي المساحات الدينية لا وجود أو لا حق له في البحث لأنه قاصر عن فهم حقائق الغيبية لهذا النص. هذه كلها أسسها لنا الإمام زين العابدين بعدة أحاديث. لكن أستاذ محمد، يعني المجتمع كان آنذاك مصاب بهزيمة نفسية، انكسار نفسي، خصوصا بعد استشهاد الإمام الحسين سلام الله عليه. نعم. يعني هكذا نقرأ المجتمع آنذاك مباشرة بعد واقعة الطف، يعني لما لا نقول أن الإمام السجاد سلام الله عليه قاد هذه الثورة، ثورة الدمع والعاطفة، لكي يستعيد الانكسار النفسي الذي أصاب المجتمع آنذاك، أو لم يجد من المجتمع غير التعاطف مع أهل البيت سلام الله عليهم. هو بداية فلنقول التغيير يجب أن يكون تعاطف. أنا لا يمكن أن تغير بي أستاذ محمد، أو الجمهور لا يستطيع، أي واحد كان مع صديقه، مع أخوه، مع زوجته، مع أي شخص في عمله، لا يستطيع أن يؤثر دون إدخال العنصر العاطفي بالبداية. يعني أحبك فأتغير لأني أحبك. إذن أنت يعني كانت انطلاقة هي بالضبط. نعم، كان هي نوع من التربية النفسية. نعم. أهل البيت عالمون بفسلجة أو سلوكيات الإنسان، يعني سايكولوجيا الجانب النفسي، وبالتالي هم أساتذة هذه الرؤية التربوية، فهم يعرفون أن الجانب العاطفي له تأثير بدءا في ملامح التغيير القناعاتي في التفكير أو السلوكي، في جانب ترجمة القيميات المراد إيصالها للشخص المقابل سلوكيا. أكدوا على العاطفة، ربما هنالك يكون خلل في بعض الجوانب السلوكية حتى مع الشخصية المتعاطفة، ولكن لا تصل إلى حد السقوط النهائي. بالتالي يراهنون أهل البيت على فترة زمنية. محمد، إحنا عيبنا شنو بتفكيرنا في مفاهيم الإصلاح؟ نريد نصلح المسألة رأسا، يعني ما بين ليلة وضحاها. هذه الرؤية خاطئة. شوف المشروع الإلهي، الإمام المهدي يصل أحسن 1300 سنة صلوات الله عليه وعجل الله له الفرج، وربما يمتد أكثر. يعني في روايات البيت المسألة مفتوحة، ربما تكون باشر، ربما تكون بعد 30,000 سنة، المسألة مفتوحة. مفهوم الزمن والإصلاح في المنظور الإلهي غير منظور إحنا كبشر، إحنا مستعجلين، الإنسان خلق عجول وبالتالي يريد يصلح كل شيء. منظور أهل البيت لا، منظور ممتد لمفهوم العاطفة وأثرها في السلوك وكيف تنمو وإن كانت ببطء. ربما النمو السريع، يعرفون أهل البيت يدمر حقيقة المشروع فيعطون هذا الدفق التدريجي للمجتمع الإنساني بشكل بطيء حتى يكون غارس، يعني له يكون جذور واقعية أو قوية لا تهزه فلنقول دعايات أو تأثيرات الأوجه أو الأعداء في رؤاهم الإعلامية أو السلوكية أو التشويهية لهذا الموضوع. أهل البيت كانوا ناظرون إلى العاطفة، وزين العابدين المؤسس لهذه القيمة أسسها على بعد حضاري قيمي إنساني تجعل الإنسان يتفاعل ويحب أهل البيت وينتمي لهم، هذه اللي يسموها التدرج في هذه المسألة، بشكل لا يتصادم مع متبنياته النفسية القديمة. النفس تبقى في صراع عزيزي محمد، يعني إذا أكون أنتقل من فكرة إلى فكرة ومن دين إلى دين لا تكون هذه المسألة سهلة. والذين جاهدوا فينا، الله يقول لنهدينهم سبلنا، الجهاد يعتبر، وكلنا نعلم أنها قول النبي صلى الله عليه وآله، سمى الجهاد النفس الجهاد الأكبر، ما سمى الجهاد في القتال الجهاد الأكبر، لأن الإنسان في جهاده في ساحات القتال تبدأ من الداخل، كيف يغير الداخل ويكسر حاجز الخوف وحاجز الانهزام حتى يحول قناعاته وحبه للفكرة التي اعتنقها إلى بذل دمائه. إذا لم يكن منكفئاً على لم يكن لا لا حاشا أهل البيت أن يكون منكفئين. نعم. نحن نرى ربما المسألة لقصور عقولنا في
فهم أو تفسير بعض سلوكات أهل البيت على أنه انكفاء، أو لا نعرف المرحلة التي عاشها الإمام، لا نعرف حقيقة المجتمع الذي عاشه، ما الأمراض أو ما مقدار المرض الذي أصاب تلك المجتمعات حتى تعاطى الإمام زين العابدين معه على نوعين، نوع قريب علاج قريب وعلاج لنا نحن ربما نصاب نفس تلك الأمراض المجتمعية التي كانت بجانب المجتمع الذي عاشه زين العابدين. أريد أن أبحث هنا معكم عن دور الإمام السجاد سلام الله عليه الإعلامي، كيف كانت له الريادة في تسويق قضية الإمام الحسين إلى الأجيال جيلا عن جيل. يعني البعد الإعلامي للإمام زين العابدين عليه السلام بدأ في كربلاء. شوف أهل البيت عالمون بما سينقل عن من نصوص وما سيصل إلينا، إحنا أيضا يعني عمقنا العقائدي ربما لا نلتفت عزيز محمد أنه هذه النصوص التي نقلت بهذه الصورة التي وصلتنا كان أهل البيت لا يعلمون بها أو كيف ستصل، هذه قراءة خاطئة عقائدية. أهل البيت يعلمون بجميع النصوص التي وصلت لنا وطريقة وصولها وكيفية وصولها مبتورة أو كذا، بس يعلمون أنه هذه النصوص ستصل لنا بهذه الطريقة. طيب من النصوص المغيبة بحق الإمام السجاد ما هي؟ أنه عليل، منظور أيضا خلينا نقول عاطفي ممسكن لشخص، هذا قول ما مقبول عزيز محمد في نصوص أن الإمام زين العابدين رغم مرضه قاتل في كربلاء وجرح ورجع، رجعه الإمام الحسين إلى الخيمة للمحافظة على بقاء خذلة الاصطفاء. لكن يعني بعض الصور أنه تنقل لنا كان عليلا ومستقرا في خيمته. هذه القراءة الوجدانية التي رجحت قراءة تلك النصوص وعدم إبراز هذا النص، يعني المسألة ذاتية من اختيارات ذوقية بشرية وقراءات غير سليمة. عندنا في حتى في الموروث القرآني أشجع الناس كانوا الأنبياء وأصحاب الرسالات، وعندنا من شروط الإمام أن يكون أشجع الخلق، من شروط الإمام. طيب الإمام زين العابدين مع وجود أبيه الحسين صلى الله عليه هو أشجع الخلق، هل المرض يكفأه عن الجهاد مع سقوط هذا التكليف؟ نجد أنه نساء قاتلنا مع الحسين وغير مكلفاتنا في القتال، يعني هذه المقاربات كيف يكون الإمام زين العابدين لا يقاتل نيابة عن أبيه أو دفاعا عن أبيه؟ فيجب أن نقرأ كربلاء بكل حيثياتها حتى نفهم تصرف الإمام، ونقرأ النص الذي وصل إلى الإمام زين العابدين وكيف نتصرف معه إعلاميا. هذه نقطة مهمة في قتال زين العابدين، مغيبة جدا عزيزي عن واقع زين العابدين. النقاط الأخرى عزيزي بعد كربلاء كلامه مع ابن زياد وكلامه في يزيد فضلنا بست بالضبط والأخرى في سبع، وإعطاء بالضبط أعطينا ست وفضلنا بسبع، أعطينا العلم والسماحة والشجاعة، تبع الشجاعة هنا لين ركن من أركان أصحاب الرسالات، فلذلك كان خطابه خطاب خالي من التقية. أعطى صورة جميلة عن النبي على أنهم هم أصحاب هذه العائلة الطاهرة، أصحاب ختم الرسالات، هذا البيت هو بيت الوحي، بيتنا مو بيتك يا يزيد بهذه الصورة. أعطى ملامح صورة الإمام علي عليه السلام، دوره في بناء الإسلام الحقيقي مع أخيه المصطفى صلى الله عليه وآله، والتي شوهت الدولة الأموية وماكنتهم الإعلامية صورة أمير المؤمنين صلى الله عليه بشكل كلي. وأعطى بعدين دور هذا البيت، وبعدين مظلومية الحسين. إذن هنالك منهجية لإقناع الآخر، يعني هو ما صدر الحسين، لأن الشام أو يزيد صدر الحسين على أنه خارج، فلو دخل في مشروع أو مسألة الحسين مباشرة لبقى التشويه، ولكن عندما ربط المشروع الحسيني بالمشروع العلوي ومشروع جده المصطفى صلى الله عليه وآله والمشروع الإلهي أسقط ما كان من عمل من الدولة الأموية في بجهتها الإعلامية وماكنتها طيب الإعلامية. إذن وفاء للدور الإعلامي الكبير الذي قاده الإمام السجاد سلام الله عليه، توجب على إعلامنا الهادف أن يتبنى تغطية شمولية الموقف الذي تبناه الإمام زين العابدين على رمضاء كربلاء. الوقت انتهى تماما المخصص لهذه الحلقة، ولا يسعني في هذه اللحظات إلا أن أتقدم لكم بالشكر الجزيل والثناء الجميل لكم الأستاذ محمد البخاري الباحث في الشأن الإسلامي، شكرا جزيلا لكم. حياكم الله. حياكم الله.
وأيضا تحية حسينية ولائية لكم مشاهدينا على حسن الإصغاء والمشاهدة، وعلى أمل أن ألقاكم في حلقات أخرى من برنامج رسل الحياة. إلى ذلك الحين أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا لكم، سلام. الله يحفظكم.